السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع تحديات فورتنايت، لكن التحدي هذا ما راح يكون امونج اس زي الحلقه اللي راحت. وشكرا لكم على الدعم في الحلقه اللي راحت حقت امونج اس. كان في تحدي كيف نعرف سكن ستايل امونج اس، كانت الحلقه رهيبه وكانت الفكره رهيبه. هذه الحلقه راح تكون رقصات حقيقيه، لازم نعرف منها وش الرقصه في اللعبه المماثلة لها. يعني قاعد اسمع الاغنيه حقت الرقصه، لازم اعرف وش الرقصه ناس مطبقينها في الحقيقه، يعني الناس يرقصونها في الحقيقه. فراح نشوف الحين. وقبل ما يبدا المقطع لا تنسون زر اللايك، اشتركوا في القناه المشتركين، الله يسعدكم جميعا. قناتي الثانيه تحت في الديسكربشن. اول شيء شكرا على 650 الف هذا قناه، وقربنا من 50 الف في القناه الثانيه، الله يسعدكم جميعا. خذوا الايتم شوف في اس ال، وشكرا لكم جميعا على كل شيء تسوونه يا اخي. شكرا شكرا. بسم الله. اوكي قصة دانس ان ريل لايف بيفور 8 سكند. 8 ثواني لك عشان تفكر. اوكي الرقصة اللي هي سي، مفروض اني اجاوب في اخر لحظة لكن خوفي ان الوقت انتهي فجأة. الرقصة معروفة جدا. بي ولا دي؟ بي ولا دي؟ بي ولا دي؟ دي 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 دي. يوه والله على بالي ان بي، لا الوهله كذا حسيت، ما ادري ليش. هذا اتوقع ان اي، ان هي الوحيده اللي رايقه والباقيين كلهم يرقصون رقص ما ادري وشو. اوكي نروح على الرقصه اللي بعدها، واضحه جدا هذه. اشرب قهوه سي، اشرب قهوه روق لان الرقصه واضحه وسكن واضح اصلا. بي والله غير اللي في اللعبة يعني، بس انه حسيت مع الاغنية وزي كذا. سي ولا اي؟ سي والله ولا شيء ولا شيء. صارت دي رقصات غريبة اول مرة اشوفها. هذه الرقصة جامدة جدا 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 اللي هي بي. اوكي تايلر سكوت ما ادري ايش اسمه، انا مش فيني نسيت اسمه والله ما ادري. تي يو على اخر لحظه. الرقصه رهيبه جدا والله، رهيبه اغنيتها رهيبه، بس ان عليك برايت. دي ما ادري ايش حسيت، مع اني ما اعرف الرقصه مره. اوكي كذا وضحت، هذه واضحه جدا. اي تعتبر رقصه قديمه، شوف كيف المقطع اللي على اليسار. سي هذه متى نزلت؟ ما قد شفتها. اوه رقصة ريفلكس. اوكي دي والله على طول تذكرت ريفلكس. سمعت صوت الحين ما ادري ليه. اوكي هذا واضح جدا اللي هي سي. والله تحدي رهيب، والله تحدي رهيب صدق. اوكي خلصنا التحدي الاول، الحين بنروح التحدي الثاني. التحدي الثاني يقول لك قصة ذا سكن باي ات ستايل ان 8 سكند. يقول توقع سكن من ستايل حق اليمين 8 ثواني. 6 انا ليش توقعت 6؟ والله السكنات كثيره مره. انا اقول 14 ما اعرف سكنات، للامانه ما اعرف سكنات، هذا تحدي صعب. نقول 16 15 ليه يا اخي؟ يا ساتر 13 تحدي فاشل بالنسبة لي. ماني بحال شيء. 6 يس عرفت سكن انه دب، خلاص يلا شيل ودي. اوكي هذا سكن 3، ما ادري ايش اختار 3 بس اوكي.
سكنات جدا كبيره ما عندك تفر سبعة الله ما ادري ادو سكن زيي بس ما لقيت صار 9 14 هذا لك والله شيء صح اي هذا واضح عاد عندي سكن ذا 14 يمكن اول اجابه وثاني اجابه صح الحمد لله هذا عندي اوكي 8 ادور شيء مقارب لها بس صعب تحدي اعطيك دائره صغيره كذا على الوجه 8 اه والله صار 10 انا شفت 8 او اخترت 8 لان في شيء قريب منه في الوجه 9 ما فيش صح هذا عندي عاد اوكي هذا واضح هذا الرقصه اللي تو اقول لكم عنها انها جامده اللي هي 12 لا تكفى الذي يقول 4 ووو جبناها والله العظيم صعبه يا اخي كيف نعرف هذه 5 صح علينا بتقول 4 5 قلت 5 طيب هذه واضحه من ال 16 ايش توقعت انها لابسه نظاره انا اوكي 16 لا والله اوه هذا اللي يتحول نسيت والله وش اللي يخطينا طيب 6 والله ما فيه والله صعب يا اخي والله صعب 2 ما بعندي سكن شباب ما بعندي ما في جيبي يا اخي صعب هذا افشل تحدي قد لعبته من هذه القناه والله العظيم التحدي صعب يقول لك جيب السكن الثاني وفي سكنات كثيره ما بعندي اصلا ولا اعرفها نروح على التحدي الثالث الحين اخر تحدي يقول لك guess the skin by its back in 6 seconds توقع من الشنطه والجناح اللي مركبينه هذه واضحه توقع 2 لا والله صارت 4 هذه اصبر اي عرفتها بس 9 بغيت اختار 4 بس الحمد لله اني ركزت شوي طيب هذا اتوقع واضح اللي هو رقم 5 في تقدم في تقدم التحدي اللي تو انسوه اوكي هذا 9 هم 2 ام القهر اوكي هذا واضح جدا اللي هو رقم 1 صار رقم 7 انا ما ادري ايش تخيلت القرش ورا هذه على الالوان اقول رقم 6 غلط افشل تحدي من بدينا التحديات هذه اوكي هذا رقم 1 على سكن اتوقع اوكي لو يصير غلط بصيح 5 6 ذا يا اخي ايش السكن ما اعرفه والله ثانية هو حق كرة سلة يب صح علينا اوكي وش الفيونكا 3 5 يا اخي اوكي تست 2 اوف 2 اوكي لازم توقع الحين كامل 2 الله ما ادري وش هو بس اوكي ما تشوف الشنطة غير اللون حقه 4 صح والله اني صدفت والله طيب اتوقع هذا 9 او 7 والله العظيم اتوقع 7 اوكي هذا اتوقع 8 صح حلو 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 هذا ناس وش اللي وراها 8 لا والله 1 ميزان ما ادري ايش يا 5 صح انا قلت نجمة حط نجمة يلا بليز عندي والله 2 شو عندي عاد حرام اني اضيع فيها لا تكفى اذا على هذه فانا بختار رقم 1 وهو اتوقع 6 زي ما توقعت ان فيه اللي قاعد تصب فيه ذا هسكن وش ذا 9 والله صدف
والله صدف. نقول سبعة انه هو الوحيد اللي فيه ذا الشيء. عموما بس كيف مقطع اليوم ان شاء الله مقطع يعجبكم للأمانة. تحديات رهيبة بس هالمرة صعبة يعني جبنا العيد. لا تنسون الاشتراك، فعل زر التنبيهات، القناة الثانية تحت بالدسكريبشن، اشتراك فعل زر التنبيهات بعد فيها يعني قاعد انزل فيها كثير. يعطيكم العافية على المشاهدة، ان شاء الله استمتعتوا، اشوفكم على خير.